Grade Basics course. Dottore adesso, dottore, si attira la mano. Accende la mia motore, diciamo. Andate, poverina, sei là. والمنفى النفروباتي هنشوف يعني ايه الاول يعني ايه environment. Environment that will itself indicate anything immediately surrounding an object and absorbing a direct influence on it. عندي natural immunity ال natural environment معلش هنقول عندنا المية عندنا الهواء عندنا soil عندنا الهيت عندنا الريجو activity الساوند والنور دول ال 7 component of أي environment. بعد كده جت الـ occupational أو الـ industrial environment لو وصلت كل الـ types بتاع الـ natural environment وعمل الـ pollution. الـ pollution ده طلع من toxic agent. الـ toxic agent دي موجودة في الـ natural environment بت affect الـ human being. ممكن تبقى موجودة على شكل physical أو chemical agent. بتأنتر الـ human body oral أو inhalation أو transdermal route and may exert an effect on all organ systems. Several well-known associations exist between chronic kidney disease with environmental agent. The effect of these agents may be modulated by genetic or genetic susceptibility or even the comorbid condition and more. الناس التوكسيك ايجنتس دي احنا جمعناها علشان نشوف ايه هم الايجنتس اللي بتأفكت الكيزي. اهم حاجة الهيفي ميتالز هنتكلم عن الاندستريال كيميكالز والسولفنتس هنتكلم على الاليفيتد تمبريتشر هنتكلم على الاندميك انفكشن وفي عدالة هنتكلم كده عن الدروب سور على اساس ان هي حاجة برضه من الانفايرمنت. Environmental factors such as occupational exposure and nest toxins may be an underappreciated cause of chronic kidney disease. لما حد فينا بندور بنشوف ايه causes of chronic kidney disease ما بنلاقيش حاجة مكتوب فيها occupational. علشان نقول يعني في effect للtoxic agent على الكدني او ان هو يبقى nest toxic في شروط معينة لازم نلاقيها. لازم الايجنت ده to have biological association with kidney damage لازم يكون موجود في الاندميك اريا sufficient quantity علشان يعمل الدامج لازم يكون في route of contamination for the offending agent علشان يحقق التارجت او الدامج في susceptible individual كمان الايجنت ده لو اتنقل لاي جيوغرافيك اريا ثانيه لازم يعمل نفس الافكت الشروط دي لازم تكون موجوده. أول حاجة هنتكلم عنها الهيفي ميتالز. الهيفي ميتالز among the common environmental toxins associated with chronic kidney disease بيعتبروا المين widely known. الإكسبوجر ممكن بيحصل at work place لكن بس مش في work place لا ده في contaminated area اللي هي around the industrial environment. أول member من الهيفي ميتالز هو اللد الرصاص ده شكل الصخر الموجود في الطبيعة. في عندنا environmental sources of lead exposure اللي من زمان كانوا بيعملوا الطلاء او النقاش عشان كده النقاشين واحنا بناكل اللي في لازم ناخد بالنا كويس الاوكيبيشن بتاع انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل نقاشي على بالي على طول اللد. ده بس كان البيت دي من قبل 1977 كانت بتتعمل كمان water from a lead pipe من ال old homes كانوا زمان بيتعملوا المواسير بتاعتهم كلها من الرصاص. Contamination of food during processing, lead gasoline, and contamination of air, soil, and water in area close to lead smelters, المصانع بتاعت الرصاص, والمايمز اللي هي المناجم أو ال old garage. Environmental lead toxicity occurs mainly through ingestion أو exposure. Can also occur through cigarette smoke. A lead circulates in blood and can
either بيبقى secreted by the kidney أو إن هو بيبقى deposited فيه. دول المكانين اللي هو بيروحوا. الهاف لايف اوف ليد حوالي 35 يوم في الدم وزيهم بالسنين يعني حوالي 30 سنة في البول. Accordingly, the blood lead level may determine both acute exposure may also reflect equilibration with the bone pool. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نقيس الفص في الدم النسبة اللي هتطلع لنا لو نسبة عالية هتقول لنا يا اما ده acute أو chronic مش هنعرف نفرق. ليه؟ لأن البون سكور ريفلكت الكوميونيتي أو الكرونيك إكسبوجر أند أكونت فور حوالي 95% من توتال بادي ليد بيرن. الانتوكساستي بيظهر على شكل أكيوت مانيفستيشن وكرونيك مانيفستيشن. الأكيوت توكساستي هو دايركت بروكسيمال تيوبولار إنجري بيعمل فانكوني سيندروم ريزلتنج فروم انترا نيوكليير سايتوبلازميك أند ميتوكوندريال إنكلوجن بادي كومبوزد أوف ليد بروتين كومبلكس. أجل الانكلوجن بادي اللي هتبقى موجودة في الرينا البيوبسي في الأكيوت توكساستي. الأكيوت توكساستي قلنا إن هو هيعمل فانكوني سندروم. الفانكوني سندروم ده هو من الفوريا الأمينو أسيدية الفوسفيت ويستنج تمام وده هيبقى نتيجة الميتوكوندريال ديسفانكشن. أما الكرونيك ليد إكسبوجر بقى بيظهر على شكل كرونيك ليد ديزيز استيميت الجي إف آر هنلاقي استيميت الجي إف آر أقل هنلاقي كمان إن في مينيمال بروتينوريا مع جرانديوم سبب. الكرونيك ليد ديزيز اللي بيعملها ليد توكسيستي بتبقى عن طريق ثلاث حاجات الهايبرتنشن الجاوت والانفستيشن والكايس. اللاد توكسيستي بيعمل هايبرتنشن بعوامل كتيرة قوي مالتي فاكتوريال ممكن بيأثر على الكالسيوم ميديت السيل سيلولي أو كمان بيأثر على الأنجيوتنسن ألوستيرين سيستم غير الأنجيوتنسن ألوستيرين سيستم. ازاي بيعمل جاوت ريزلت فروم ديكريز كليرنس اوف يوريك اسيد من اللاتوكساستي من البروكسيمال تيوبيوز عشان هو بيعمل توكساستي للبروكسيمال تيوبيوز وبيعمل كمان انفستيشن فايروس اند فايروس. سسبكتد بيشنت هو بريزنت ويز هايبر يوريسيميا اند كرونيك كيدني ديزيز لانه بدانا قوي من البيشنت اللي بيجيلنا كرونيك كيدني ديزيز واليوريك اسيد عنده عالي وكمان عنده هيستوري من اوكيبيشنال او انفايرمنتال اكسبوجر للاد. The blood lead concentration is the measure of cumulative body stores. زي ما قلنا ممكن يكون عالي في الأكوت أو في الكرونيك وممكن يكون في الكرونيك نتيجة إن هو بياخد من البول الإيكوليبريشن مع البول. أمال هنعمل إيه؟ الليد توكسيستي الليد كيليشن تيست باي كالسيوم داي صوديوم دي إيديت. بناخد اثنين دوزز نص جرام في 250 مللي 5 مللي الصوص بيتاخدوا 12 ساعة أبارت. تمام ونقعد نكولكت اليورين 3 ايام طبعا عشان هنا في ألم اوف كرونيسي فاحنا محتاجين وقت اكتر علشان نكولكت اليورين. نورمال يورين ريلاد ليفل اور ليس ذان 650 مايكروجرام في 3 ايام طبعا لو في لاد توكسيستي هنلاقي الرقم ده معدي كتير. في حاجه اسمها الاكس راي فلورسنس وهي دي اللي بنعملها علشان نشوف اللاد اللي موجود في البول ودي سنسيتيف مارك او دايجنوستيك. تاني ميتال من الهافي ميتالز هو الكادميوم. environmental sources of cadmium toxicity جاي من الاندستريال والهاوسهولد ويست التوباكو سموك السيوج فود من زي السي فود والفيجيتابلز والسيريالز اللي موجوده في الكادميوم بوليوتد اريا. انديان هاربس الكادميوم از اولسو باي برودكت اوف المناجم العمال اللي هم شغالين في المناجم وكمان بيستخدم في الصناعه ان هم بيدينوا بين ستيل البلاستيك النيكل والكادميوم والباتشوز. الكادميوم توكسيستي الاورال روت از ذا برايمري روت فور انفايرمنتال كادميوم اكسبوجر في النون سموكينج جنرال بوبيليشن. البيست نون اكزامبل اوف انفايرمنتال كادميوم اكسبوجر حاجه اسمها ايتاي ايتاي ديزيز. ايتاي ايتاي ديزيز ده ذا دايركت اكسبوجر تو كادميوم فروم كونتامينيتد ووتر اوف جيمس ريفر في اليابان. ده نهر في اليابان لما بقى كونتامينيتد بالكادميوم والناس شربت منه بقى عندهم الايتاي ايتاي ديزيز افكت الانديفيدوال بريزنت ويز انيميا سيفير بوني بيل اند اوستيوماليشيا كيدني توكسيستي انكلودنج ريديوس كيدني فانكشن اند اوتوميت ديث اتريبيوتد للكيدني فيلر. وده المنظر اللي بيبقوا بيه بون ديزيز وكيدني فيلر. الكادميوم البيولوجيكال هاف لايف من 7 ل 16 سنة.
هو بيأفكت السنسز اوف ماده اسمها الميتالوثيونين. دي الميتالوثيونين بتتصنع عن طريق الليفر. الميتالوثيونين ده بيعتبر سكافندر للكادميوم، هو ده اللي بيخلص الجسم من الكادميوم. فطبعا لو انا عندي ميتالوثيونين ليفل قليل، ايرون ديفيشنسي، الاولدر ايج والفيميل جندر والسموكينج هيستوري والبليس اوف ريزيدنس بروكسيمال للاندستريال كادميوم سورس، كل دي ريسك فاكتور فور كادميوم توكسيسيتي. كلينيكالي بقى الكادميوم نفر توكسيسيتي بريزنت ويز فيتشر اوف بروكسيمال تيوبر ديسفانكشن. برضه الحمضونية هتظهر على شكل الجلوسوريا او على اسيدوريا او نيكيو بيت بروتينوريا. اي اذر رينال مانيفستيشن الهايبركالسيوريا والرينال ديسبول. مفيش سبيسيفيك تريتمنت فور كادميوم نفر توكسيسيتي اذر ذان سبورتيف كير، ان احنا نبطل الاكسبوجر للكادميوم. الارسنال بقى environmental source of arsenic include ground water، هو ده صخر من وسط الطبيعة. pesticides by causing food contamination، seafood برضه by contamination of water. produce used for wood preservation، where high drinking water arsenic. الارسنال excessively associated with increased mortality من chronic kidney disease. الارسنال level in serum and blood cell correlate with worsening kidney disease. يعني ده احنا بنقدر نعمل البلاد ليفل. كانت في نص سبيك ريكومنديشن اكزيست عشان نعمل تريتمنت للنفس اكزيستي فروم الارجنتين. الميركوري بقى ده السائل، الهيفي ميتال السائل. انفايرمنتال سورسز اوف ميركوري كونتامينيتد ووتر برضه، فيش فروم بوليوتد ووتر اند اوشن فيش. الفيل كومباشن اللي هو حرق الوقود، وايت من كريم خلي بالك من الكريمات اللي هي بتاعت تفتيح البشر اللي فيها الميركوري. الميركوري توكسيستي بقى the most published mercury exposure occurred في نص 1950 في اليابان. mercury poisoning occurred after contamination of water of Minamata Bay. ده خليج ميناماتا موجود في اليابان. from waste. this waste contaminated local food supply comprised of locally caught fish. although the clinical picture of Minamata disease كلها neurological manifestation، لكن كان بنلاقوا مع neurological manifestation دي low molecular weight proteinuria was reported since that epidemics كمان ظهرت في العراق وغانا والسود. النيرف توكسيستي بيعمل برضه تيوكلر وبيعمل جلوميرولر ديسفانكشن، بيفلتر بالجلوميرولاي ويابزورب في البروكسيمال كومبوننت تيوبيوز، وبيعمل برضه صوره زي الفانكوني، وبيعمل لو مولكيولر ويت بروتينوريا. ممكن يعمل كمان نفراتي سندروم عشان بيعمل ميمبرنس نفراتي او مينيمال تشينج. مينيمال تشينج دي ديسكرايب افتر يوز اوف فايتامين كري. الاورجانيك والان اورجانيك فورم اوف ميركوري مي كوز توكسيستي. although practically reduced GFR has not been reported in association with mercury toxicity، لكن في acute intoxication في result in acute tubular mucus. اليورانيوم، اليورانيوم ده الحجر المشع دايما. هو اثقل هيفي ميتال موجود. اكسبوجر تو اليورانيوم از مينلي اورال ثرو الجراوند ووتر والفود، واللو ديرمال اكسبوجر كان دي برضه بتسبب اليورانيوم بيرسس. الليفل ليفل هاف بين فاوند اليورانيوم في المناجم بتاعت اليورانيوم از ويل از في الـ non-uranium producing communities. ازاي في الـ non-uranium producing communities؟ عن طريق برضه الـ polluted water بالـ uranium اللي موجود. الـ uranium toxicity من drinking water has been associated with leucozoria, microalbuminuria, lethal to microglobulin, phosphaturia and hypercalciuria, amino-acidoria زي الفانكوني، which treatment involves removals from source of exposure. هم لقوا ان الـ uranium برغم ان هو ريديو اكتف سبستنس، لكن النفر توكسيستي بتاعته من دايركت تيوبلر انتكسكيشن مش الراديشن. في بقى اخر بروفيشنال كيميكالز كتيره وسولفنتس كتيره موجوده بيستخدموها في المصانع زي الكربون تيتر كلورايد والارسن جاز، ولازم طبعا يبقى في بروتكشن للكل اوكيبيشنال انفايرمنت من استخدام الاوكيبيشنال كيميكالز دول. زي ممكن تعمل مولاسز ورقم وعوز وأكيد كيميكالز.
بعد كده الاندمج نفروباثي سمعنا عنه كتير قوي. 1956 لاحظوا ان في كلاسترين في الفاميلي وفي البلد كل الحتت كده جنب بعضها تمام بيجي لهم جيكو انترستيشن ديزيز. ده كان في بلغاريا اكتر حاجه. لونج انكوبيشن بيريد 15 ل 20 سنه، يعني الاطفال الصغيرين ما يجيبهمش الديزيز في المنطقه دي، وكمان اللي ما كملوش 20 سنه ما يجيبهمش برضه الديزيز. انكريز ريسك فور ديفلوبينج ابر يورينري تراك تيومر، هم لاحظوا ان في حاجه او ديزيز بيعمل الكلام ده. في وايد جيوغرافيكال ديستريبيوشن لكن ستيل كونفايد للدانوب لنهر الدانوب المنطقه دي. سموه بعد كده اندميك بروباتي ولقوا ان هو ده جيكو انترستيشن بروباتي سلو بروجريشن تو انستيج يونال ديزيز. طبعا الاير كلينيك مانيفستيشن لو جريد بروتونوريا ويزاوت هايبرتنشن او ايديما. فكروا قعدوا يقولوا يا ترى بعد كده اندميك بروباتي ده ايه الاوفندنج او التوكسيك ايجنت اللي عملت الجيكو انترستيشن ديزيز. فكروا في الاوفر توكسيك ايه ده توكسين جاي من الاسبرجالس او البنسلين فونجس تمام. بس لقوا ان الاوفر توكسين ايه بيعمل لي نيفروتوكسيستي صحيح سيميلر باثولوجيكالي للبالكان لكن ما عرفوش ان هم يعملوا دايجنوزز لان الاوفر توكسين ايه بيأثر على الدي ان ايه وبيبقى فيه سبيشال تيست علشان نعرف ان هو فعلا اوفر توكس. لقوا ان كل الناس اللي في البالكان اللي جالهم تيوبر انفستيشن ما عندهمش الاوفر توكسين ايه. فمن 1993 حصل اوت بريك الستات الدخان اللي كانوا عايزين يخسوا خدوا هيربس معينه اعشاب معينه الشاينيز هيربس وجابوا ديزيز صوره طبق الاصل من البالكان نفروباتي او انتصف البالكان نفروباتي ولقوا ان الماده المتهمه كتوكسيك ايجنت حاجه اسمها الاريستولاشي اسيد تمام ولقوا ان الماده دي فعلا موجوده في البالكان اريا عند نهر الدانوب وعرفوا ان هو ده سبب البالكان فرابتي. عندنا بقى كتير من الاندمج انفكشن زي الليبتوسبايروزز. الليبتوسبايروزز ده طبعا احنا عندنا انفكشن كتيره بس بنتكلم على الاندمج ده سبايروكيت اتس كومن في الورم والهيومن كلايمت انفكتد انيمال شيب اورجانيزم ثرو اليورن. حصل ان احنا شفنا حاله ليبتوسبايروز مع دكتور وليد مسعود في مستشفى احمد ميلر ده كان في عمر 10 او 12 سنه وعرفنا وقتها ان كان علب البيبسي او الكنز بتاعت المشروبات الغازيه كانت موجوده في مخازن فيها فران والفران بتيوريت وهي شايله السبايروكيت وحصل للبيشنت ده وجالنا فعلا بالليبتوسبايروز وكان دكتور وليد يومها قال لنا العيان ده اللي هنشوف ثلاث الوان هيبقى انيميك وهيبقى فيه هيموراجيك او هيماتوريا وهيبقى فيه كمان جونز. في برود سبيكتروم اوف كلينيكال سندروم كوز باي الكتروسبايروز رينج من سب كلينيكال انفكشن ده من السربرايل امنس للويلز سندروم. الويلز سندروم ده the most severe form of infection presenting بأفيبرايل امنس with hemorrhagic tenderness tendency hepatic dysfunction and acute renal failure. Tube interstitial nephritis is the main cause of acute kidney injury. بيبقى معاه كمان thrombocytopenia. الكيدني سونوجرافي في الليبتوسبايروسس بتبقى ايدنتس كبيره وكمان بنلاقي الليبتوسبايرو موجوده في التشو بتاع الكيدني. البنسلين والتيتروسايكلين ار ذا دراج اوف تشويس فور تريتمنت اند مي سيجنفكتلي امبروف الموربيديتي والمورتاليتي في حالات الهانتافيروس برضه نوع من انواع الفيروس اللي بيعمل ليه مراجعه في 30 نوع كل نوع مختص بنوع من البودل وبرضه بالكونتامينيتد فود او ووتر بالفيسز بتاع البودل. وكلينيكالي بيشنت بريزنت ويز فيفر لوين ابدومينال بين بروتينوريا وهيماتوريا. البرزنتيشن بيبقى فيه ابدومينال بين وفيفر و ريديوس جلوميرولار فلتريشن ريت. الملاريا طبعا احنا كلنا عارفينها والاندميك كيس بتاعها في افريقيا ده بروتوزوا من الجينيس بلازموديوم اكوايرد ثرو ستينج اوف انفكتد انوفيلوس موسكيتو المعروضه او بالبلاد ترانسفيوجن او بايت من انفكتد فيكتورز. في تو
anal syndrome associated with malaria, a chronic progressive glomerular lesion اسمها chronic malaria nephropathy typically affect children من 4 ل 8 سنين وبتعمل steroid resistant nephrotic syndrome. The pathologic lesion mesangiocapillary glomerular nephritis with subendothelial immune complex containing the IgG and C3 والملاريا للأندروجين. طبعا الـ disease progressive and endostigmal disease. أو إنك تعمل acute malaria nephropathy most are oligoric and most cases بتبقى oligoric associated with jaundice anemia with thrombocytopenia preferred blood pooling are common with malaria associated acute kidney failure. The histopathology evaluation will be variable nature of acute kidney necrosis, interstitial nephritis, or glomerular nephritis. Leprosy. The multi-system granulomatous disease بسبب المايكوبكتيريال ليبرال that primary involves the skin with peripheral nerves. A typical clinical picture include affected skin lesion, peripheral neuropathy, palpable enlargement of peripheral nerve. Disease remain relevant to Asia, Africa, and America Latina. The kidney is a target organ. طبعا يعني diffuse intracapillary proliferative membrane proliferative focal proliferative membranous prosampled glomerular nephritis, renal amyloidosis, interstitial nephritis, all those associated with LLNs. Schistosomiasis بقى. Schistosomiasis caused by parasitic trematode ball. طبعا كلنا عارفين schistosomiasis. Usually acquired by teenagers leading to complications بتظهر في الفورث والفيفث decade. It was known to ancient Egyptian القدماء المصريين كانوا عارفين الشيستوزوميسيس باسم بلاد يورين ديزيز تمام وكمان اتعرفت باسم بلاد ديزيز اونر تو اتس ديسكفر تيودور بالهايس كان 1850 وده كان جيرمان فيزيشن عايش في مصر. انفكشن اكواير ثرو كونتاكت ويز كونتامينيت ووتر في البون ويل سلو فلوينج كانالز اوريجينيتنج من سيرتن ريفرز السكريا انتر ثرو ذا سكين اند ميوكس ممبرين ثرو السويمنج دورينج السويمنج. طبعا neurological system is the primary target of schistosoma hematopoeia وشوية ممكن الماكسوماي and main initial lesion being so the tubercle bulb polyp ulcers urinary bladder ulcers of urinary blood. When this lesion heal they lead to wide spectrum of bladder pathology including chronic cystitis calcification, cystitis cystica and vellus squamous cell carcinoma. Several patterns of glomerular pathology have been described, including mesangioproliferative, oxidative, membrane proliferative, sclerosing glomerular nephritis, and amyloidosis. A heat stroke, had a mainly acute kidney injury after the injury had happened rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis came and the dark urine, had a mainly muscle pain, and the injury will contain the type of muscle, will have the blood. Clinically acute exhaustion of rhabdomyolysis described for population and the population اللي هنلاقيهم معرضين اكتر للهيت ستروك المشاه بتوع البحريه اللي هم دايما قاعدين في الشمس الباك جراوندز والاثليتس في الاولمبيك اثليتس والباك جراوندز الحجاج وقلنا بالمارين كورت ريكروت. All of you individual with single episode of exhaustion of rhabdomyolysis develop acute and chronic kidney failure. لكن هي مش المشكلة من الـ first episode. المشكلة في الـ recurrent episodes. الـ recurrent episodes زي اللي هتعمل urgent kidney وممكن تعمل chronic kidney. في عجالة شديدة هنقول عن الدرجز حاجة بسيطة جدا يعني احنا قسمناها او انا قسمتها بطريقة كده drug induced nephrotoxicity. ايه الدرج اللي بتعمل nephrotoxicity عن طريق hemodynamic and mediated vasoconstriction زي السايكلوسبورين التاكرونيمس الريجيو كونتراستيشن النابس جود الانتي انفلاماتري الايس والارت وعفجسين يو الانتر والكوتو. ايه الادويه اللي بتعمل دايركت توكسيك افكت كده في ادويه بتعمل اكيوت تيوبولار نيكروزز زي الامانجلوكزايل الافجسين يو سبلاتر سيلفين فاوسبورين اكيوت انفلاميشن نيفايتس زي فاكسالين فاوسبورين سالسونامايد نابس جود البروتوكوم انهبيتد وخيازايت. في كمان urinary obstruction crystal induced obstruction زي الاثر الكوفير الانجلي نفرات العبائيه اللي بتعمل حفاله الالكتروزز والانديمات.
يعني كل حاجة زي ما انت قلت كده بتحب الإنسان في أي environment. أنا بس مش هسألك يعني بس أنا بتقول إنك تحب أنا حاجة مهانة فيروس أنا كنا أشتغلنا فيه شوية مش كده؟ اشتغلنا مهانة فيروس فعلا كان مع الناس كانوا بنمروا وكنا أخذنا عينات يمكن من برضه يورين سامبلز من جنرال بوبليشن وناس عندهم سي كي دي وقلنا ناخد الكنترول بيشنتس كانوا اخذنا الكنترول ناس كانوا جايين دونرز وناس كانوا عندهم رينال ستونز من اسم التشتيت وكان عندهم نورمال كيدني فانكشن وكانت حقيقه حاجه مالتي سنتر كانوا بيعملوها ناس بتوع مايكروبيولوجي في النمل وطلع فعلا ان في عندنا انستنس كبير من انا مش متذكر الرقم الحقيقه الناس اللي عندهم سي دي كان مش السيرولوجي بتاع الهانتا فيروس بيعمل كان في كتير عندهم بوست سيرولوجي للهانتا فيروس في اليورين والبلد دي كانت حاجه احنا ريل ومش شايفين كلينيكال مانيفستيشن لكن انا فاكر الدكتور صبحي وقتها كان الكلام ده 15 سنه تقريبا Thank you.